السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم تتبيره لتجميد اللحم المفروم وتتبيل الزيتون. نروحوا نشوفوا مع بعضنا طريقه التحضير. وهنا بسم الله نبدا بالزيتون. كما راكم تشوفوا انا الزيتون هذا اللي عندي شريته في العلب، وانتم اذا كانت على الميزان ثاني نفس الطريقه ديروها. اغسلوا الزيتون مليح، كما انا بعد ما غسلت الزيتون مليح وغسلت العلبه نتاعو، واش نسحق في التتبيله؟ زيت زيتون وزعتر وفلفل حار احمر والقارص. هنا دوكا نقسم الكميه نتاع التتبيله هذه، نديرها في العلبه ونزيد عليها الزيتون. والزيتون راني نقسم فيه على ثلاثة ولا أربعة، كما راكم تشوفوا درت يعني ربع الكميه، وهاني نخلط فيه. وبعد ما نخلطو مليح نزيد الكميه الاخرى تاع الزيت، عفوا تاع الزيتون. وانا بعد ما زدت نص الكميه درت زيت زيتون وزعتر وقارص. كما راكم تشوفوا كل ما نزيد شويه نخلط حتى نكمل الكميه. وهكذا يعني يساعدكم مليح كي يكون الزيتون متبل، مثلا تسحقوه للشلاضه ولا تحبوا تاكلوه وحده، والله يكون مدوزن مليح. الكميه هذه اللي بقات لي دوك ثاني درت لها نفس الطريقه اللي درتها في الاول، وخلط هكذا من الفوق باسكو راني كنت خلطت من تحت. وهنايا هكذا نكون كملت الطريقه الاولى، ونقدر نخبيه في الفريجيدر وقت اللي نحب نجبدو نلقاه متبل. والطريقه الثانيه تجميد اللحم المفروم. انا عندي هذو لي ساك، نتوما ديروا فاش ما حبيتو. دوك الكميه انا هذه تاع اللحم المفروم قسمتها، وكما راكم تشوفوا بيدي راني نوزع في اللحم على ساشي كاع، ولا استعينوا بحلال. انا نحب نستعين بالحلال خير. وهذه الطريقه علاه مليحه؟ مثلا تحبوا تجبدوا مثلا شويه للشوربه، ولا راح ديروا مثلا بوراك، ولا ديروا حاجه يعني تسحقوا كميه صغيره نتاع فيونداشي، تقدروا تقسموا من الساشي هذيك نفسها، بعد تكسروا شويه وتجبدوها وتخبيوا الاخر. ولا حاس حقيتو الكميه كاع تجبدوها ثمثم ديكونجلا، ماشي كيما ديروا ديبول. درك راكم تشوفوا بالطريقه هذه بالحاشيه نتاع المغرف، راني ندير في علامه زائد، مانيش نقطع في الساشي، راني مثلا كيما نقولوا نعلم فيها. كيما راني نوري لكم دركا، مثلا سحقيتو ربع هذه نتاع الساشي وهي في الكونجيلاتور، تكسروها هكذا تجبدوا. كيما راكم شفتوا راني نقدر نطويها من نطويها من، وان شاء الله تعجبكم هذه التدبيره. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم، وانتظروني في فيديو لاحق. مع السلامه.